عشان وقتنا بسرعة محتاجين نتكلم كمان في مشاركات الجماهير. النهاردة كنا طرحنا سؤال على توقعاتكم لمباراة الأهلي وإنبي، والناس شايفة توقعات مباراة النهاردة إزاي في ظل إن خلاص الأهلي حسم درع الدوري. أول حاجة يوسف سليم بيتوقع فوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء. وائل رضوان قال إن شاء الله وبإذن الله الأهلي فايز بالأربعة. طارق فراج قال إن شاء الله 2-0 للأهلي. محسن عبد الهادي قال 2-0 للأهلي إن شاء الله. أيضا كمان بلال شعبان ناجح بيقول 2-1 للأهلي إن شاء الله. كريم السيد عامر 6-1 للأهلي إن شاء الله. وفي ضحكة كده بسيطة ربنا يكرم بإذن الله. محمود عبد العزيز زيدان إن شاء الله 2-0 للأهلي. محمود شعبان بأمر الله الفوز للأهلي الغالي 2-0. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراته اليوم أمام إنبي. هي كلها مباريات في إطار الاستعداد لمواجهة الوداد، ونتمنى يا رب كل التوفيق للاعبين وللجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني. كلنا تفاؤل كبير جدا بهذا الجهاز إن شاء الله يحقق طموحات ويلبي رغبات كل جمهور النادي الأهلي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.